استاذ عماد، استاذ عماد، ايوه استاذ عماد، انت هت يعني انا عارفه ان انتوا بلغتوا. لا ما بلغناش حضرتك، امال ايه؟ ده هو لما خدها اخوه كانت تحت البيت، عشان هي لما جت اتكلمت هي مش عارفه تتكلم للاخر. لما جت اتكلمت قالت ان اخوه رماله المطوه، رماله المطوه وقال له خلصنا بقى. قام جاي واخد المطوه واخدها من رقبتها وقعد ينغص فيها وضربها ضربه نافذه في صدرها ومقطع لها ايديها ورقبتها ودماغها ومبهدلها، يعني مش تحت الاشارة بكده بس، لا ده جسمها حضرتك متبهدل، مشرحها مشرحها مشرحها، غير الضرب كدمات بالجزم والكلام دوت. طب ما يطلقها، ما يطلقها وخلاص. مثلا حضرتك انت لو جبتها حتى من بيت اللحم النتي لاصحابه، ما ينفعش كده. يعني دي امانه عندك، الامانه يحصل فيها كده. اضرب مراتك، اضربها يا عم، انا مش لا ما يضربهاش، لا ما اضربها، يضربهاش يا استاذ عماد، ما عندناش اضربها ضرب بنات. تموتها. الله، طب عملتوا ايه لا دلوقتي؟ كان هو اتقبض، بيموتها هو حضرتك، كان بيموتها. طبعا. واقول يقول له ارميها، هي كده خلصت، ارميها خلاص. ايوه الو الو، طيب دلوقتي النيابة، النيابة اعتقد انها قبضت عليه، او المباحث، المباحث قبضت عليه وتقدم للنيابة. المباحث قبضوا عليه في القسم لما وداها، وبيقول لها لو قلتي ان انا اللي عملت كده هقطع رقبتك، وعملت كده اقطع رقبتك، وقولي الناس طلعوا عليا وعملوا كده. مين سمعته؟ الممرضه بتاعت المستشفى بلغت الامن، الامن جم قبضوا عليه. يعني هي الممرضه هي اللي بلغت. بلغت الامن، الامن جم قبضوا عليه. يعني لكن يعني خناقات زوجيه، خناقات عاديه ممكن تؤدي الى كده؟ ده راجل مجنون. لا ده حضرتك بيجيب حق خطيبه اخوه وحق امه. طبعا كل اللي عمله ده، في محردين في الموضوع، اخوه وامه. طيب اخوه اتمسك النهارده. استاذ عماد اوعوا تتنازلوا عن القضيه، لا يا فندم اوعوا هنتنازل تتصالحوا عن وتتنازلوا عن القضيه. مش كده. اوعوا، ادي لا شايف بنت، شايف بنتك شكلها عامل ازاي، اوعوا اوعوا تتنازلوا عن القضيه، اوعوا تتنازل عن حق بنتك. حضرتك دي حضرتك كانت بتتمنى الموت، بدل ما تعيش حياتها كده بقى قاعده بتتمنى الموت. شوفي لما عيله 18 سنه بتقول لك انا اموت احسن، لا يعني ليه كده؟ ووشها، وشها ليه كده؟ لا اله الا الله، دي كانت هتموت، وغير ان وشها كله مشرط. حضرتك احنا مش هنقول ان هو ضربها، هو قتلها، قتلها طبعا حقيقي. طبعا. هي اسراء صاحيه صاحيه صاحيه، بس هو قتلها وقتلنا معاها. قتلها ساعة ما شوهها، وقتل أبوها وأمها وعمامها، ساعة لما شفناها بالمنظر ده. وبشكر النائب العام، وبشكر النيابة بتاعت مصر، وبشكر الناس المصريين كلهم اللي وقفوا وتعاطفوا معانا ووصلوا صوتنا، وحضرتك والناس اللي معاكي كلهم، ان انتوا وصلتوا صوتنا وتجيبوا حقنا. هنجيب من حقك يا العالم عم عماد، والنيابة هتجيب حقك وحق إسراء. اوعوا تتنازلوا عن القضية، اوعى تتنازل، اوعى مش تتصالح. هتنازل حضرتك لما اشوف بعناية ان هو واخد الحكم بالظبط، اللي بالظبط، يستحقه، بالظبط، يستحقه، بالظبط. لكل واحد عادل، ضميره يحكمه فيه، قدرها بيته. وما عندناش وخليك بنات معايا يتضربوا، حضرتك، ما انا عندناش متشرف بنات فيكم يتضربوا. لحد ما ياخد اقصى عقوبة. طبعا.